احنا لعلي حق، وعقيدتنا الدينية والإسلامية تنطلق من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جي تلقى يطلع لك واحد يقول لك والله لو الشيخ الصادق ما يتكلمش في السياسة خيرها، ما لفش تبغى يتكلم، يتكلم لكم عليه الحيض والنفاس والوضوء والتيمم وخلاص، أن هذه من الفقه والعبادات. للأسف للأسف جو الغرب دخلوا في أدمغتهم مصطلحات ومعاني ومفاهيم علشان يشوشوا بها على أمتنا الإسلامية وعلى مجتمعاتنا الإسلامية، والغرب ظل محتفظ بهذه العقائد، وهذا الدليل أمامكم. وراه قداش جبنا دليل، تفكروا لما وريناكم حتى الحرب على روسيا وأوكرانيا وكيف الحاخامات لكن اليوم قلنا لكم يا جماعة إسرائيل أعضاء الحاخامات أعضاء في الكنيست، إيح جماعتنا إيح يقول لك فهم. اليوم منوريكم أو الانسيرت الثالث، أعطوني الانسيرت الثالث يا شباب، تواو الفيديو شفتوه وتو بنجيبوا الانسيرت الثالث. 43 حاخام يوقعون بإجازة قصف المدنيين في غزة. لا عاد ندخل الدين في الدولة، ليش ندخل الدين في السياسة؟ 43 حاخام. يطلع الشيخ الصادق ربي يطول عمره ويعطيه صحيحته ويأخذ من أعمارنا ويعطيه، يتكلم ويوجه وللأسف، وبعدين يقول لك لا بنمشي نصلي في الجامعة. غير خليك أنت قبل الجامعة صحح عقيدتك يا عبد الله، أنتم يا بشر صححوا عقيدتكم، راكم تلقفتم المفاهيم الصهيونية والغربية اللي مصنعة خصيصا في دوائر الاستخبارات، مصنعة خصيصا في دوائر الاستخبارات علشان تحاربوا بها دين الله عز وجل دون أن تعلم. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. للأسف يقول لك خلي الدين في المسجد بس، خلي الدين في العبادات بس، اما السياسه لا. صار شنو فهموهم؟ قالوا ما هو السياسه، والله العظيم انا سمعتها من اكثر من واحد، قال لي ما هو السياسه وسخه ودين الله عز وجل اجل واعظم من ان ينزل الى مستنقعات السياسه. شوف كيف يروجوهم، شوف كيف يلخبطوا فيهم. ايه معناها خلي السياسه يسوسوها بعيد عن دين الله عز وجل علشان يحكموكم ويخنقوكم ويقتلوكم. ولذا اي واحد تسمعوه يصرح بهذه التصريحات أو بهذه المفاهيم اعلموا يا إما مغفل يا إما عميل، يا إما مغفل ما هوش عارف كوعة من بوعة ولا عارف حاجة في دينه ولا في دنياه، أو أنه عميل مأجور يريد أن يروج هذه المفاهيم في مجتمعاتنا. قديش تكلمنا عليها، بل خرجوا مثقفين. والله تصور أنا كلموني ناس يعني نحسبهم ناس طيبة، يقول لي والله الشيخ بس والله احنا نحبوه ونجلوه، طبعا ما يقدرش يقول ما نحباش لأنه ولا كذا، لأنه بعدين بيسمع ما لا يرضي. والله احنا الشيخ نحبوه ونجلوه والله يا رجل ما شاء الله وعالم، لكن مواضيع السياسة خيرة فاش مواضيع السياسة، تعال قول لي. لما يجون الناس يقولوا لي يا شيخ شو رايك في الموضوع هذاك، يقولون لا هذه ما عندي الدين ما دخلاش فيها، هذا مش تستريح انتم. تعالوا شوفوا، ها هو تاي امرأة صهيونية تصور تسجد اولادها للقتال في فلسطين، ما هم مش قاعدين ما تدكش فيه تحتها، قالت له روح قاتلهم ورب التوراة معك، وهذا قتل هذا اللي وعدنا به. تصور تبعت في أولادها للموت، هذين ماشيين بيقابلوا المقاومة ما يبصروش، ومع هذا شوفها كيف خلاص، لأن هذه تطبق في نصوص دينية. للأسف احنا إعلامنا والكثير من مثقفينا يروجوا العكس. تصور تجي في معركة ضرورية ومعركة من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الحفاظ على المبادئ، وتجد المخذلين، تجد المثبطين، تجد للأسف البيوعة
والله العظيم هذه المرأة أخلص لتوراتها ولعقيدتها من هؤلاء اللي دايرين يروحوا يصلوا وما تحصلش معاهم يضايقوك في الجامع، لكن للأسف عقيدتهم مضروبة. 34 حاخام يفتون بقتل جواز قتل المدنيين. شو ندخل الحاخامات؟ لا، لأن الحرب دينية لابد من فتوى. علشان ما عادش يناقش فيها حد، علشان ما عادش يناقش فيها حد، خلاص اتكلموا حاخامات. اللهم إليك فاشكو ضعف التقيه وظلم الفاجر. يا رجل هؤلاء الكفرة قتلة الأنبياء تجدهم بها متحمسين لدينهم بهذا الشكل، وتجد بني جلدتنا للأسف مثبطين ومخذلين وينتقون العبارات وينتقون كذا لكي يخذلوا الناس ويبعدوهم عن مسار العلماء وعن فتاوي العلماء وعن الوقوف مع العلماء. السقاط هذين يا غرياني يا غرياني، 5 سنين الشعب يعاني يا جهلة يا متخلفين، والله العظيم جهلة متخلفين اللي نادوا بهذه الأوهام. وهذه للأسف تفضلوا لما تلقى يا راجل شيء بغدد. قلنا لكم يا جماعة الحزب الحاكم في ألمانيا اسمه الحزب المسيحي الديمقراطي، وريناكم أعلام الدول، أعلام الدول كلها عليها صليب. يجي يقول لك لا ما احنا علمانيين، يحسبها باهيه، يحسبها باهيه، ويحسب روح صاحب فكر لما يقول هيك المعي، ما يحسبش روح اجهل من كندرته واخزى من كندرته واذل من كندرته. وهذا اقل شيء يقال لهم. هم تو يطلعوا لك والله لو الدكتور محمود بس بتكون شواعر شويه في الفاظك، والله ما في يلقون الا انتم، ما هم اللي تكلموا تقولوا يا دكتور محمود رد بالك شويه، لان هذيهم والله اقل شيء يقال في حقهم. جماعه المنطقه الرماديه هذيهم الذين يعشقون اللون الرمادي في معارك الحق والباطل، انك انت لا تقف مع الحق فقد لا تقف على الحياد فقد خذلت الحق. لما توقف على الحياد في معركه بين الحق والباطل وتقول والله احمي على الحياد، لا انت مش على الحياد، انت ناصرت الباطل وخذلت الحق. هذه الحقيقه اللي ما منهاش مهرب.